على رجع حضرنا ودلو ذا قدنا لكم شنو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل دمرك كورس دي مقال كنو بسوكر سبسكرايب سار سنة شير قري لاي قري كومنتي انا رأيي قاك سوليو لعادة رجع حضرنا بعد دلو ذا قدنا وهذا اهد رويا بدوتو مركا اهد مقشو انك دك دقن مقال كيسي شير قري وملفو قرسي سيد بضني وقع برقاتان مرا اهد عددني يعني وحل السميم ملاوه له يعني سمعت أما قف سوء اللي فيه يعني بدك تقرب واحد قرب مكتئ لكن هو دعذة دفع أول دعذي إن مركز دعذة كان خبرنا إن دو دقنه فهم لي بتشري أما قيست بس أتقن حد جناين باديو ممي كدب واحد عليه فهم لي يعني سير هيك هالك ود جناين عروه دو وينادن عروت عروت دو أختن أي قارن أي واحد عليه إن إنا ويلا ويلا شكل مدار ريركا أي دلين أي حسو قرسو دي حسو قرسو دي قبر ودك دي بدلنا واحد عدي إن أي يعني وقت بشي رمضان لقارو رمضان أي بلاتو سلمار كان سنة أخنا ريركا سيهولو هو ديسكا قوتين أي حد عايز سحور ندب لسار أخنا قبر دي ريركا لسو قرسو سحور صارت يعني عباد يعني انتظر لغو الصوم هذا سحور وقن كله دوت كفا عنسان عربي وياني كدب دبكي مركا إسارتي أي واحد عضي إن وحن سوي فوقي يعني كدب أصل أنت واحد يكون قال دخلنا قبل دخلنا دور وقت عن تدي دك صارنا دك صارت هي دو أدب يا تو أصل واحد لدرجة قبل ده يشوف هو هيد ويل كده حاس كي سهيد واحد قدر محط سحور تو وقت نوضع سميت بلاد أنا الحين قد يعني دس قد سحور قد سميت إنه سس قبل ده تري الشقة خو مال هين هو بقى أرق فان سحور ما تعدل أصل أنت ويا بتري سكده هذين كده ما نكرنا بتري وقعدي هذه كده مختم بيدك سارت سيد الفردي بكير لك عقد عليه سيدي سلك بختن سحورت لقاضي ودارهم ماشي يحكوا كرنين نقد الفرد سحورت سلانت مركز يحكوا دولين عاد بويات ويات خاطر واحد اللي سقسم راه كسر سحور بس قسم اللي بدا عليك كل دعدي سيدي وقلع صارين واحد عاد من قدامنا ان عيد لك قد حضروا وحي كو دران الجرنين كا ادبر رهانتو يا بريك كحبا كل عاي حسيت ها تبا غير كده نو يابن ويا عين وحوتين هذا قال ده اللي يمد علم لك حي يمي يحن مرت علم يسوق حسدين بردي مركع علم دي بدنا غير كده وقتن حارة القرآن سامر كدعاء سمي يعني إن الدعاء يرك القرآن لو آخريه كده بدعاء أي سميين يا واحد عضين أنت لسوق هذا مديه يعني بدي فنك خطرت هي بكي حاري القلاي أردن يرشن كل كريه مرقون بلوي حلو حقاتي رك قحكرة رك القرآن بس إذا دنا لغة أخرى كده واحد عادي إن هي كل أخذنا أيوه وين بي يعني أنت وقت مدي له حلو صلاة حريص يعني أنت حريص مدي له صلاة إن صندوق فلان بيده وفريز نخذنا ولا دقي أنت لقادو للدروري أيا بحيد أخذنا لقادي نرك جيب جي سود الدفن برا قد أخذ دفن كي حنا نفك لقادي أخذ بود الدفن ميدان بخليك نوري صندوق على فرنا صندوق يا سانو كده دت كيس ويدير هري صندوق قف كيس قال وعي تي وحي مرك روح قريب بريد شركة آد بوي جاب سيرك جح كلاخت ولا بنا قرانك آخر شيء دي ولا قلت غير هالك وحي شركة سوق ساعة طبعا حد عادي هالك مرك السفر كيس ولا كان اللي بوري غير عشانك يعني هدي بريست هاي دي دقيق هاي هدي سكر هاي عشانك يجيب ودي خن يعني انت لقاضه وبلا يسكتر هالك قف وفران رشين سكر بس ده هالك رشين كبا وكوايا دمر كو راديو وحلاقي هلاقة الكلين عيسى راشو كيو تشوان لسوو دقي والله سكو دا طري سنكرتي بريسك دقيق دوحي بلا سكو دا طرف سالة سكو قصة 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 يعني سنة وحوال لغو فايدة اي اركان ودا بس دا بايحي بلو دا تشيب شب استا دي راش دقيق دي سنكرتي وحيصة لحق لين واقل كلين عيسى يلا وين نقدان سفر كلي دونتان سيدو مبال لغو قلا دادنا رهالك مركيا بيا مكاقو لما دي وحي سميين قرن وين أي سي وذن هيان كأ إنه كل بشر خط تجان استمر كأنا إذا يعني القرآن أقرأ وآخري بل يعني إذا أنا ليا أقرأ يعني بصن وحن وحن نوقي قرية بل ما الشيخ نقني أوجاد يعني كتبوا حد عضي إن الشيخ شيخ على مدى كم ذا وفيري وحد شرا قف على سعة الروحاني روحان تنا يا نسا وحودين كجلسة بركا قف لو شرا شرا هركين هركوا يا بين مرك حروت جو مش جوكتي إن أي رقم ده أو إن هذا شيء أي أبو حيد إن ملا وهب لي إن أنتي هذا شيء إن أنت يربى أدو حنقضي مرك أنا تير مكالو قياسي وهذا هاشن شر
waxay tidhi intay shaqo kuma xad u maleysan carruurta kale ma duma maleysan ma doon u maleyn naqdi marina gabadha aad waxna aqdi kadib waxa leedhi waan hubinaynaa caanay qaadeen inay yar iyo inanti yarada uga shakisnaayeen iyo inay yar bay u dhiibeen caanaha halka geeyay baa lagu kadib markay dhexay sii socdeen inanti yar caanay wax ka gambiyo mooyaane gebigedii waa laga gambiyo caanay halka inanki yarana caanihii si caadi ahaayeen inanki yarana meeshii uu geeyay inanti yarana walkay marad meesha la tagtay sidaasna waxaa lagu ogaaday qofka ruuxanta la socota ee dhibtan geysanaysa ay la socota inay inanta yar tahay marka ruuxanta wax diidan yihiin reerka markii lagu soo noqday waa inanta yar inantaada weyaan gabadha lagu yidhi kadib gabadhu waa xanaaqday anada inantayda ogan ogaadeen sanbay tiri reerkana way kala baxsatay reerkii yacni kala baxsatay saada reerka uga tagtay ay caadi noqdeen caadi woodi ma iska noqdeen kadibna waxaa dhacday waxaa la ogaaday markaa in inanta yar yacni loo maleeyo marka mase yacni waxyaaba ay diideen ruuxanta yacni si qaldan yacni amba cadaadin la saaray oo dhib ay kaga timid yacni qof ka mid oo reerka meesha degan isla markaana ay ruuxaanteedu yacni xanaaqday saa u dagaalamayeen rabeen inay meesha laga kaxeeyo yacni inanti yar hooyad baa kaxaysatay waxayna laguma arag sidii baana ku weynaatay inanti yar waxay noqotay markaa qof aan dad kale leekan yacni qof aada u dheer bay noqotay dadka dhaadheer ka mid a waa qalad oo kale yacni deenu faruqda gosho mooyaane waxaa layidhi guriga saqafka sare qof way sii taabanaysaa yacni sarajo kuma geli karto uumiga adoo socda albaabka sima geli kartid cidda kuma gelaysa baa waraysan rabna inaan kusoo diyaarnada ladhaa ee la soco channelka si share gare subscribe saar ra'yiga gare weliba adu hore weli ma waragtay qisda noocan oo kale ah muuqaalkan efog si gaarsiiya saxafta qaaliga haddan islaamiya kulanti dambe oo xiisare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.